السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ده النهار هيكون هو كيفاش نعتنو بالنباتات ديالنا. هذا المكون السحري هو هذا اللي هو القهوة، بقايا القهوة، مخلفات ديال القهوة. بعد ما كنشربو القهوة كيبقى لنا ديك هذيك اللي كيبقى لنا في البراد او شي اللي كنعملو فيه القهوة، كنجمعو على هذا الشكل. هذا سند مفيد للنباتات، كيجي بحال هيدا النبتة ديالنا، بحال هيدا عملت هاد تقريبا بحال هيدا. كنزولو هادو باش ما كتضررش ب كتصيبش العدوى بوريقة تخرين وصافي. كنشوفو هاد القهوة ديالنا بهاد الشكل، كنوضعوها هكذا هيدا. سماد طبيعي 100%، غزال بلا ما تضيعو، حنا غير كنرميوه. هو مفيد للنباتات، كيخلي التربة ديال النبتة كيخليها خفيفة، كتفوت جبال من النبتة دغيا كتكبر. دابا غندوزو كوباية شوية ديال الماء فيها، حتى هدا لي عايقين لينا هو هنايا كيما كتشوفو، غنكبو هكدا. صافي، وهاد الوريقات ما نسيبوهمش ما نرميوهمش، نجمعوهم شي اناء ونخليوهم. ملي نجيو نعملو نزرعو النبتة ديالنا مرة اخرى، هاد النباتات يكونوا عندنا يابسين، نعملوهم في القاع ديال المحبق ديالنا، ديال المحبق في القاع، ونعملو التربة اللي غنزرعو فيها، وكي تهادو كيتحاولوا كيرجعوا اسمده.